سيضيع سيضيع ويسجلها جول. كاغاوا ببراعة يسجل جول لمنتخب اليابان في الدقيقة السادسة من انطلاقة المباراة. إنه الهدف رقم 31 لشينجي كاغاوا في الدقيقة السادسة من انطلاقة هذه المباراة. اليابان جول، كولومبيا صفر في موردوفا. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.